برجولية بلح صاحبي كتني الشيح صح. شيح؟ أنا شيح تحكي لي؟ تي واحد عنده 3 شهور ما عرفش طفلة ما تحكي بالرسمي وسيم. سامحني من البنات اللي قاعدين نخرج معهم هذوكم كل يوم شناي؟ مش كيف يا بالحسن هذوكم أصحابنا وأحبابنا يا دي. أنا نحكي لك نحب نتعرف على طفلة في رولاسيون سيريوز هكا ونخرج معاها تحبني ونحبها. رولاسيون سيريوز؟ أعطيني تليفونك لحظة. شبيك؟ شو عم كلم؟ دي ما عندكش بس تليفون؟ حاجة في مصلحتك يا ذكي. ورين؟ الو وي تيسير وينك اسماني انت عادي لك بعديك نعملو قهوه باهي اوكي وجي معك اميمه بالله لحظه تنشوف اميمه تمشي معانا من بعد النقاو داكور ميلا نكمل الخدمه نكلمك تعدي لي اوكي تعدي عدي لك انا طول ساعه برات وتا مبي هاي تشا امي ماذا يظهر حاجة هيلة حاجة ليك صاحبي وكش تعجبك علك اسمعني تاو كش نتعدي اول الدار كش نبدل حويجي ومن بعد خويا نتعدي اول تدلل يا ابني وينك يا هرب؟ شنو كان ما كلمش يسير ظهري ما نشوفوكش الجملة ولا لي بالحسن هاك تعرفني وقت اللي نلقى فرصة نخرج نعمل قهوة سينا من الخدمة للدار يوم بليس بغيتي دي كل مثل بعضها بالخدمة اي ولا شدة بعضها علق ايه وين سرحت؟ معاكم نسمع فيكم اش بي صاحبك تحسه مش معانا في المود ماكش معانا الجملة ظهري مع شيرة اليمين ليه ولا صاحبي مين يسار انا؟ ليه اسمعوني ايش خلكم نعملوا بروجرام اليوم؟ ما تنسيوش كوكوفا باهي ميسي نعمل قاعدة بحضة واسي نو انا ما نجمش ديزولي هاك معايا ليه تعرفني تيسير انا القاعدة ليه امبسي ميسي اللي اشتا نعوضوها مرة جاية ان شاء الله اسمعني تحشم على روحك كونكتي من بكري خلينا نحطوا موزيكا اسمعني اسمعني برجولي اخبار ما تحطوا موزيكا عندي موضوع يرجع على الاخر نحب نحكي فيه معكم ان شاء الله مش ماسك مش يغني لنا تاع وحده غير ليه هذيك من بعد اسمعوني الاولاد برجولي اللي تحبها الروح ملابو كابترين يا فوق فرش هي انت ما تنجمش تغسل لها كان نتاع فرش راه برجوليك حاجه شكونك تسايبو بنت الناس صاحبي ما يجيش اللي تحكيو فيه ييزي كان جيت بنت شغل ليه شنيا باش نقول ليه باش نقول ايه بالطبيعه باز بدي بدلوا علينا الموضوع حديث نسيه هذا اللي قاعدين تحكيو فيه راه هذا حبنا نبدلوا الموضوع اوكي سامحنا اخوي احسبنا ما قلنا حد شيء او ما باش نعاقبك عقاب باش نندم عليه حياتك كامله بارك الله خاطر خويا نضحكي للي ما ينام الليل لحظة ارجع احكي واحكي بومبا قلتو بومبا مش نورمال اقسم بالله العظيم بومبا هاي بالرسم بدل علينا موضوع سينا خلينا نقوم نمشي نروح ليه عاد نصتير حط موسيقى خويا وين هاو تليفونك حط لنا موسيقى حط موسيقى حط الفيديو اللي حكى مشكلة ليه نحط غنية لطيفة العارفين Thank you.
لومايم ما تصورش قداش كبرت في عيني المره فاتت كي ما حب يجي بعدنا للدار وتسهر معانا. شو يا سيما هذاك برانسيب نعيش بيه هنا راه ما يمشيش للدار وما قعدش في قعدة حد قهوة كهو. عندي برشا لو جرات بلا كيف كنت الحمد لله لقيت عندي الزهر هاي بيه تعرف عليك على الاخر وقداش متربي عايشك حتى انت محليك حسيتك هكا ماكش كيما رجل الكل هكا تخدم مخك. انا عندي ولايه في الدار اون بليس انت مش من الجوغ نتاع البنات اللي واحد ينجم يخدم عليهم مخ. طيب ان شاء الله رجل الكل كيفك انت ان شاء الله نسي الكل كيفك عايشك. تفرج يا شختور هذا تفرج يا غالي تفرج مش تهبل انت والله يتفرج يا غالي انا مش نهبل ايش تحكي هاوما جاء الحبايب شوال ولاد الحمد لله ايش عاملت الرجال لا يكون خير صاحبي ما فيش بالضبط فيش بالضبط شنية واسين وخي مش خليتك باش تقابل شختورة تحشمني يا جبل حار تحشمني جبل حار ش عملت الرجال؟ فيش بالضبط؟ شيء فيش بالضبط؟ رجلتوا جوكم دخلت في صلب الموضوع فما مس شنو؟ مش صدقني؟ هو ماذا بيا رو يدفع فما مس ما برجولي ما كده لا حتى داخل ما كده لا على داخل عندك سيفرانتان شيء ظاهر العملية على الأخر تجب ولا لغة هاي كيفاش من عدوس سيفرانتان راس الرئيس ما نقعدوش وحدنا كذا تك تجيب حدك للدار وتنتج امورك يا غالي والله ما جات لبالي جمله صاحبي الفكره هذي حلو قول انا نعلم في واحد عمره 16 سنه شنو روج ماكش صغير راه نحبك تنتج صح صاحبي فكره حلوه مزيانه على الاخر صحيح صح راح نقطع انا شبيك يا ولد هذه موضوع مجروح هذه شبيه هذا نعملوا قهوه نعملوا قهوة وتزيد تقريني صاحبي شنو باش نعمل بالضبط الجو كبير طبعا ياه حبيبي صباح صباح اسمعني جيتك حبيت نحكي معك فيت في موضوع سامع شو الأخير بي في بالك سان فالونتان قرب وحبيت نعملك سوربريز هذا بين عادي هما بعض بتبيع باش عادي هما بعضنا باش نعملوا قهوة ولا فاز نخرجوا هذا هلي ما فهمتنيش مش باش نعملوا قهوة مخشو انا كيري دار في النصر ماذا بيك نجي تعدي لي لبحثي انت عشا مع بعضنا انا نواسي من وقتش ما يجيبش نقعد في دار هي مادام وقتت الفرصة علاش ليه تخاف مني ليه ما نخافش منك ما نعرفكش تخدم مخك معناها مش بيقريت هذا خدم مخ بيكول يا بنتي نورمال ما تخافش بيه يكي نشوف ونقلك انتش علي ربعين يا مرحبا شبيه وجهك مقلوب شفان وسيم شبيه حكي لي حكاية وقف لي بها حكاية مالي هاي قال لي متحبش نعديو سان فالونتاين مع بعضنا في دار كالي دار ايه وانتيش قتلو شان تقولي قتلو مش تنقلك مش تنقلك ولا ما نعرف ما فهمتوش فهمتوش خدم في مخه بيه أسمعن إيش نطبر عليك وميمة أوكي أنت تعرف تيسير لينا مش بتاع الشيء هذا نعرف نعرف أوكي اسمعني ابارامو دخلت سان فالونتان وكالفازيت شربتها صاحبي وحصلت ابارامو ركحت القطيف تحكي بالرسمي والله اش قلت لك انا يا غالي يا اذوره نتاع فرش عاد يا نش مدخلني ربي معه معاه صاحبي وانت شنو برنامجك انا برنامجي اليوم باش نروح خويا لدويرتي نتهنى على اختي نطمئن عليها كما يقولوها خاطر بابا في ديبلاسمون وحدها في الدار ونبدل حويجيتي ونمشي بحدا اخويا الغالي ذي جايبنا زوز قطيف خويا نوارات قاعدة اليوم فل ايوانا وين انت كالكلب تقعد وحدك في الدار نحبكم برشا نكرهوك برشا الروح
فيش الناس كل باش تبات عرسان كان ياسين تحطوا يطول بالله لعل واسع ترزقونهم حيث لا تعلمون هيا ميلا خان تحركوا خي احنا نورمال قاعدين هكا نمشي شو يظلم عندنا ابوه ايه ولدي امبوسيبل كان جاي هو هوني باش نجم نقعدوا وينو ها ليه ديبلاسمون خدمه هوزمون بصحة عادية برجولة فيش تعمل؟ نعمل في كعبيت اكتشوه كعبيت؟ ما وقتي هذي ايه؟ ما يشني المشكل عنا سان فالونتان انا قاعدين وانا مغول انا سان فالونتان تحكي عليه هذي ايه؟ مستوعب فيش قاعد تحكي؟ هذي اختي في بالي بيها اختك واللي تعملو انتي مع بنات الناس مثالش بنات الناس؟ اش تقصد؟ انتي تعرف بالضبط انا شنقص تقصد الطفلة اللي تعرف عليها وسيمة صحيح هيك بدي الطفل اما ديك طفلة برانية ليه اختك ولا هي اختي حتى ذيك عندها اخوها وعندها ابوها وعندها شرفهم مثالش كتايحهم انتي في المية سيادتك وما تحبوش لاختك تشربها الفساد هذايا كان شي تبيك سرق قلت محليها يومي هذا كنتكم تحبوا تعمل فسر تحب تفسر لك علاش انا ما تعرفنيش يا اخي ما تعملنيش اختك تعرفني نشرب تعرفني نقعد تعرفني نجيب ولاد الدار ما فهمتش هاني باش نفهمك باب باز انتي بيت علي جبتك هون بيت اول من الاخر خوك قلب علي شفهمك ايش اللي عندي أخوك نهار كامل في القعدية تجبد في بنت الناس هاي ذي عملت هاي ذي قادت هاي ذي رفضت مع صاحبها هاي تشرب أو كذي وهم ما عاملين شيء هكيك عطيه شوالم سمعته آخر مرة صاحبت واسية وسوس له في ودنه برا قعد معاها وبرا عمل لها ولا ينتع فارش وين ما عمل شيء طفل سامحني لما تهي ذي الكل كيف يتصلح سامح والله إذا جيت نعرف كيف يتصلح رامي شبتك شون معناها انتم ما عندكم الحل وما زلتوا تخموا ما فهمتش كيفاش تخموا معناها انتم تعرفوا شنو هي حل عندي لكم حل شباب ياس انت مش اخته ولا انت مش صاحبه ولا هي تنظم قاعده مزيانه على الاخر وهو يشدكم مع بعضكم في القاعده هذيك ما فماش من حاجه اقوى من هذي هي سامحني ما نشربش انا راه تنجم سامحني تفبرك الحكايه معناها عبي دبوزه بمي مثلا ما نعرفش انا مش باللزمه تشرب باش توري حاجه راه المهم تقنعوا واللي تحبوا تصبروا تصبروا وانتي حاسب رايك يتصلح هكا؟ انا هكا من عرش هذي جربوا فلغنيش اوكي علاش تعملوا هكا؟ هذا كل باش تعطيوني درس؟ ان شاء الله تكون لك تريحة التوبة صاحبي كي ما تحبش في زرعك زيدا ما تعملش في زرع الناس هكيك هاي بوك اش عملت لك بابا شبيك هم حلوه الدار اي بابا هذه دار صاحبي بالحسن راهي مش داري دا صاحبك وميمة شكون ميمة بابا وميمة صاحبتك تخرج معها هي صاحبتي نخرج معها بابا شبيخ اش عندي عملت لها هاي معايا لوتك معاك لوتك اش قتلك عطوه مفسر لك وصلت لنا بحضة قهوة نشوف فيها تو اي اي فوالا اي قدامها صبا اي اهلا بنتي صبا عطلي ما عرفني انا شكون عرفتك شفتك مرة ودي وسيم لا راك تقول في جبت نمرو يعني انا سرقت نمرو من التليفون وسيم خاطر حاجتي هيك هيك بلا استنى بجعتني تكلم حابش نحكي لك انا وسيم متفهمين على غوليسون سيريوز ما
ما عندناش زايد. يا اخي المره هذه عمل معايا فزعه خايبه على الاخر. انا تصدمت جا من ورا جيني في المره الاخرى قال لي راه نحب نعدي معاك ساعه نتاع. قال لي راني كي دار نحب نعديها ليله مع بعض. ودي وسيم عمل هكا متهكدة. انا راني مش نتاع الشيء هذا مش كيما برشا بنات. ولدي وسيم عنده دار كريهة وعندي دخل تفضل معي تحب نوريك تحب تشوف بالطبيعة بنت هاي تفضل هز عينيك ولا ما تجيبش غزل في عينيا. انا مني عرفت امك عمري لغزرت امرأة خلافها عمري لخونتها. اما زيد ايه بابا انا شو نجم نعمل توا؟ انت تعرف واحد يا بابا يا بابا